ولنقاش ملفنا التالي حول تأكيدات مفوضية حقوق الإنسان في العراق على أن سمعة البلاد دوليا باتت على المحك بسبب قتل المتظاهرين. ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن الكاتب والباحث السياسي الدكتور حمد جواد فارس. أهلا بكم دكتور. أهلا ومرحبا بكم الكرام. دكتور، إن كنت تسمعني، وفقا لمفوضية حقوق الإنسان في العراق فإن سمعة البلاد أصبحت على المحك في ظل قتل المتظاهرين. من يتحمل مسؤولية سفك دماء العراقيين وعدم حماية المتظاهرين السلميين؟ بالنسبة لما يجري في العراق حاليا هو من ترتيب ومن موقع الاحتلال الذي جرى في عام 2300 وهو امتداد 2003 وهو امتداد لمخطط امبريالي صهيوني من اجل تدمير العراق. ولذلك ان هناك اجيال موجوده في الساحه العراقيه تقوم باغتيال الناشطين الذين هم على حد سواء يقومون في عمليه التظاهر السلمي المشروع في طرح طلباتهم المشروعه لما يجري حاليا في العراق. ولذلك ان هؤلاء الاذناب يقومون بتنفيذ مخطط، يجري هذا المخطط بالتعاون مع ايران، وبالتاكيد ان هذا المخطط سوف يكون في مزبله التاريخ، لأنه المتظاهرين حاليا هم نشطاء ويقدمون كل ما يجري من دماء غالية من أجل تنفيذ مشروعهم السلمي بالمطالبة بأن العراق يجب أن يكون عراقا باسيادة ومستقل وغير تابع لأي جهة أخرى، ويطرد كل الاحتلالات اللي موجودة في العراق وبناء مستقبل العراق على أسس أفضل مما هي عليه ليأخذ موقعه في الميدان العالمي والعربي. دكتور، إذا كان الفاعل ومن يقف خلف عمليات الاغتيال معروفا وفقا لشهادات المتظاهرين، فلماذا يتم التعتيم عليهم في وقت تقول الحكومة أن القضاء فوق الجميع؟ باعتقادي أن هذه الحكومة هي ضعيفة وهي مشاركة في هذه الأعمال التي تجري حاليا في العراق، لأنه تسكت عن كل ما يقوم فيه هؤلاء الأذناب من عمليات اختطاف وقتل للنشطاء الموجودين داخل الساحة العراقية والمتظاهرين. وعلى سبيل المثال أنه عندما حدث اعتقال أحد من الحشد الشعبي قامت هناك تظاهرة أشبه بتظاهرة مسلحة، 28 مركبة دفع رباعي إلى متوجهة إلى المنطقة الخضراء، ولم يجري أي شيء، ولم يقم لا وزارة الدفاع ولا حتى الكاظمي الذي هو يعتبر نفسه القائد العام للقوات المسلحة. وأنا أتذكر جيدا عام 63 عندما قام انقلاب 8 شباط، عبد السلام عارف أنزل إلى الشارع العراقي باعتباره قائد عام للقوات المسلحة، أنزل القوات من أجل طرد الحرس القومي، وبذلك انتصر عليهم بممارساتهم التي كانت ممارسات مشينة بالنسبة للوضع في العراق. لا يزال الآن نفس الشيء انه يحدث في العراق، حاله توتر موجوده وقائمه، لكن لم يجري اي حل لها لا من قبل وزير الدفاع ولا من قبل القائد العام للقوات المسلحه الذي هو يعتبر متواطئ ويحكي دائما في اقواله انه شكل لجان وكذا، ولم يكون هناك اي شيء مهم ويستفاد منه العراقيين ويفي بواحده للأسف.
وثقت البعثة الأممية 48 عملية اغتيال استهدفت ناشطين في التظاهرات الأخيرة، بينما لا يزال مصير 20 متظاهرا مجهولا. كيف يمكن تقييم دور يونمي في العراق، وماذا بعد توثيقها لهذه الانتهاكات في تقاريرها؟ يونمي وثقت هذه الأمور، لكن للأسف الأمم المتحدة بهذه الأهمية بمكان أنه يمكن لها أن تقوم بنشاط أكثر فعالية، وهم يعرفوا أنه العراق احتل من قبل الأمريكان والأمم المتحدة لم تقدم أي شيء، فلذلك لا يعول على الأمم المتحدة بأي نشاط، وإنما تقارير تصدر من بعثتهم الموجودة في بغداد، وهذه البعثة تحصل على معلومات دقيقة وأكيدة أن هناك إجراءات تتخذ بحق الناشطين في التظاهرات، منها الاغتيالات ومنها الاختطاف ومنها عمليا التهديد والوعيد بما يجري لهؤلاء في حالة أنهم رشحوا أنفسهم في الانتخابات القادمة التي تجري في 10/10. أكد ثوار تشرين عزمهم على إسقاط النظام وطرد الأحزاب، ما مدى نجاعة هذا الطرح بتخليص العراق من أزماته؟ والله النشطاء المتظاهرين اللي موجودين في مدن العراق هم مصرين على عمليا على طرد هؤلاء من السلطة وإنهاء هذا الحكم الفاسد، وبالتالي أنه يجب أن يكون هناك تفاعل جدي من قبل كل مدن العراق بالتعاون مع هؤلاء من أجل أن تكون هناك انتفاضة شعبية عارمة ضد هذا النظام القائم، وبالتالي يجب إنهائه وتصفيته، لأنه هو العقب الكائداء أمام كل الأمور التي تجري في العراق، منها القتل ومنها السرقة ومنها المخدرات وكل الأمور التي هي موجودة حاليا وتنفذ على قدم وساق في العراق وعلى مسمع ومرأة مما يحدث حاليا في العراق حسب التقارير التي ترد من هناك. شكرا جزيلا لكم دكتور حمد جواد فارس، الكاتب والباحث السياسي، حدثنا عبر الهاتف من لندن.